الأكاديمية السياسية، مرحبا بكم من كل الجهات في انتظار بقية الطلبة الأخوة أعضاء المجلس العلمي دكتور إلياس مرزوق، سي منجي غريبي، سي فؤاد المؤخر. باسمكم جميعا اسمحوا لي أن أرحب الترحاب الكبير بالدكتور الأستاذ حمادي بن جاب الله، أستاذ الفلسفة والفلسفة الحديثة باختصاص أكثر دقيق وهو الإبستمولوجيا. كلكم مريتوا بسنوات الباك وتعرفوا المادة هذيك العظيمة هذيك اللي سي حمادي له فيها شأن كبير. سي حمادي جانب التدريس هو مفكر، أعتبره مفكر واتصالي، معناها شهد له بذلك، وهو راه متواضع برشا وما يحبش لي تيتخ بومبو، لكن هذا حقه لابد انه فيه حقه. المحاضره الاولى احنا تعرفوا معنا اخترنا باش يكون السنه الاكاديميه لهذه السنه هي على ثلاثه مراحل، يعني على ثلاثه دورات، دوره جانفي، دوره مارس، ودوره جوان، باش انتم خاصه اللي يجيو الطلبه اللي يجيو من جهات معناها من مناطق بعيده، معناها بعيده قريبه من القلوب لكنها بعيده من حيث المسافات الكيلومتريه فقط. دونك باش هكا في نهار كامل نتعبوا نهار واحد، اربع محاضرات صحيحه دسمه اليوم مش يكون شاق شويه، لكن نتحملوا باش نجموا زاد نتلاقوا في معناها امورنا الاخرى ودراستنا واعمالنا واشغالنا في باقي الايام، ويكون بذلك 12 محاضره ان شاء الله لهذه السنه المعادله هذه كنا نستوفاها منها بحول الله من جوان. اذا المحاضره الاولى لدوره جوان والدوره وقد وضعت هذه السنه دكتور، وضعت هذه السنه الاكاديميه هذه تحت معناها دوره سميت بدوره جنوبي فارس. وعلاش جنوبي فارس؟ تنجم تتساءل تقول علاش هي الدوره الفارطه كان دوره الزعيم من راحل حبيب بورقيبه. الدوره هذه جنوبي فارس لان السنه هذه الحزب الدستوري الحر الذي اخذ على عاتقه انه يتحمل مسؤوليته بمواصله الرساله نتاعه وثباته على ارث وعلى مبدا الاباء المؤسسين، انه كان له راي من معناها من كل ما حدث من حتى من 2000 من جانفي 2011، انه الدستور معناها الدستور اللي سماوه دستور الجمهوريه الثانيه ماهوش الدستور الذي معناها الذي ما نقولش يليق تونس، لكن الدستور اللي حقيقه اللي يكون يمثل حقيقه ما 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 حملته دوله الاستقلال وما حمله ايضا دستور 59 بغرض جوان 59 الذي معناها في المقارنات. احنا على كل حال هذا مش موضوع الجلسه هذه، لكنه الحزب اخذ على عاتقه انه باش يستبق الاحداث واعد في 20 مارس الفارط دستورا، مشروع الدستور يمكن ان يكون دستور الجمهوريه الثالثه. اذا باعتبار هذا الحدث هام في حياه الحزب الذي معناها عطينا فيه معناها شهرين عمل شاق ومضني وسهر ليالي باش حطينا الوثيقه هذيك، وثيقه حقيقة يفتخر بها الحزب الدستوري الحر، طبعا تبقى كمشروع ولكنها مشروع أيضا تدل على أن هذا الحزب يعني يفكر بجدية في مستقبل هذا الوطن. إذا هذاك علاش دكتور سميناها دورة جنوبي فارس، باعتبار أن جنوبي فارس كان هو الرئيس الثاني للمجلس التأسيسي لسنة 56، وتعرفوا معناها مباشرة خمس أيام بعد الاستقلال 20 مارس الاستقلال 25 مارس وقع انتخاب المجلس التأسيسي. والمجلس التأسيسي أول رئيسه كان طبعا الرئيس عين الحبيب بورقيبة، لكن بعد أثرا وقت اللي أصبح زعيم الحبيب بورقيبة معناها رئيس للجمهورية وصل المهمة وصلها المرحوم جنوبي فارس. إذا دون إطالة أحيل مباشرة الكلمة للدكتور حمادي جبيري ليلقي محاضرته الأولى في سلسلة المحاضرات هذه وعنوانها الشخصية الوطنية التونسية. وفيها معناها عنوان حامل إن شاء الله بما يفيدكم في هذه الجلسة. وشكرا للأستاذ، والكلمة مباشرة للدكتور حمادي بن جبل. بارك الله فيك.
أولا أشكر الحضور الكريم التعني السماح إلي فيما سأقول، وأن أشكر الحزب الدستوري الحر تفضله علي بأن أتاح لي فرصة المساهمة قدر المستطاع في بلورة الإشكالات الوطنية المطروحة علينا اليوم. ثم الحزب بتاعكم أنا لا أنتمي إليه ولا أنتمي إلى أي حزب كان، ولكني كنت دائما مستعدا للعمل مع جميع الوطنيين للحفاظ على الوطن. وفي تقديري أن الحزب الدستوري الحر من القوى الوطنية العاملة على إنقاذ الوطن وعلى أن تبقى تونس حرة منيعة أبد الدهر. لذلك أعتبر نفسي من مناضلي هذا الحزب ومن مناضلي الدفاع عن الهوية الوطنية التونسية، وذلك علاش يعني تحرف على الشخصية والوطنية الهوية الوطنية التونسية، باعتبار أنه الحزب الحر الدستوري أو الحزب الدستوري الحر يعني هو وريث الوريث الشرعي لأول دستور في العالم العربي الإسلامي الذي صدر في تونس في أواسط القرن 19، حيث هذا الامتداد على مدى قرنين هو الذي سيحدد ما يسميه الهوية الوطنية التونسية. لذلك أعيد وأعود فأشكر لكم تفضلكم علي بأن دعوتموني للحضور معكم ولتبادل الرأي معكم، هذا شيء. الشيء الثاني، أنا أرجو إخواني أعضاء المجلس العلمي أن يبلغوا السيدة عبير موسي رئيسة الحزب شكري كبير على أنها تفضلت أيضا بدعوتي وتشريفي بأن أكون بينكم، وأقول أني دائما أحب المناضلين الصادقين العاملين من أجل إنقاذ الوطن. هذا الشيء الثالث الذي أحب أن أبتدئ به في نهاية الأمر، تعرف ثم واحد شاعر كبير والحقيقة حالته اسمه بول فاليري. بول فاليري عنده زوز نصوص مشهورين برشا معروفين، كاسكو ات أوروبيا، ماذا نعني عندما نقول هذا أوروبي أو أني أوروبي أو أني فرنسي أو أني يعني ما هي إشكالية الهوية. لكن في الحقيقة أحب قبل ما نبدأ هذا أحب أن أعرض عن رأي خاص لا ألزم به أحدا وخاصة الحزب وخاصة المنظمة، هو رأيي الخاص أنا يعني هذا الرأي هو يتمثل في الإعراب عن الأسف الشديد لما لحق الوطن من ضرر فادح أخلاقي وسياسي وربما أبعاد أخرى من أعمال ما سمي بهيئة الحقيقة والكرامة. لا حقيقة أنا ما عنديش السيدة هذيك ما نعرفهاش بكل ولا عندي بها صلة أصلا، ولكن أموال طائلة خسرناها لنلعن وطننا بأموالنا، وهذه خطيئة لا يمكن أن تحصل. طب مش فسألكم أنا علاش علاش معنا هذا؟ شنو اللي يحبوا؟ قالوا يحبوا يا سيدي نعملوا الإنصاف ولا شو اسمه العدالة والحقيقة. بارك الله فيك، أنا مانيش ضد هذا كل تعمل في وقت ما معناها حاجة من نوع هذا. أنا بالله أسألكم ما حد أبحثوا أنتم يعني خذوا على قدر عقلي وخذوا، لو أن أكبر قوة في العالم اليوم هي أمريكا، لو أن أمريكا تعمل اللي عملته حققت هي وزارة الجيو ناس وحتى ناس نزهاء وأرخيض وشيء ويعملوا نفس الشيء هذا ويطلعوا أنه مجد أمريكا اليوم تبنى على بين 30 مليون و50 مليون ضحية من السود، أي على بركة من الدماء وجبل من الجماجم.
لتكون أمريكا ما هي عليه. وأنتم تلاحظون أنه بمجرد أن يقع خلاف بين أبيض وأسود يعني يظهر من الأمريكان يعود الحقد الدفين للأمريكان. يعني إن أمريكا بقاء أمريكا وسلطة أمريكا إنما هي باقية بحكم الاجتهاد في نسيان الماضي لا في استثارة رغبات الماضي. هذه الملاحظة الأولى. ملاحظة ثانية، تعلمون أن فرنسا حبيت أمريكا تضجين فرنسا، يعني قامت حرب دامت يسمونها في التاريخ حرب المئة سنة. مئة سنة مش كما حرب الفسوس، هي الحقيقة بين بعض الفرنسيس وبعض الإنجليز، ثم في أغلب الأحيان بين الفرنسيين أنفسهم، وسالت فيها الدماء أنهار لتوجد فرنسا على النحو الذي هي عليه. يعني نشوف يعني تحسب تاريخ فرنسا تبنى على جمال، اختار التاريخ بكري أن يمشي لباريس ما يسالش يحمل دوره، ثم بقع اسمه دانفير روشرو. في دانفير روشرو تلقى دهليز تقريبا كله 40 كيلومتر وتجد فيها جماجم نعود معنا كانت تحبوا نواصلوا شوية معنا وبسرعة. يعني المثال الثاني اللي أعطيته مثال الثورة الفرنسية، سواء لتوجد فرنسا كدولة ثم لتوجد فرنسا كدولة ديمقراطية بعد الثورة الفرنسية، يعني ما هي التضحيات البشرية والمادية التي وقعت أو ارتضاها الفرنسيون لإقامة هذه. خذ في تاريخنا أحلى الدولة العباسية منشئها اسمه السفاح، هذا مجرم يعني اقتل بالالاف الامويين الكل سفاح، مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة. شو الوحدة هي؟ التاريخ فيه مآسي من هذا، تاريخ الامريكان، تاريخ الفرنسيين، تاريخ الالمان. يعني شوف مثلا جامبيتا في ايطاليا، شو واحد في ايطاليا ورجعها دولة، يعني تشوفوا شو اسمه في
ألمانيا معناها كيفاش قلت ألمانيا دولة بعد مثلاً يعني ألمانيا قبل ما تقول لي ألمانيا ما فهمناش تقريبا 63 دولة في ألمانيا اليوم اسمها برنسيبوتي كل واحد يغني على روحه أنا حتى مش شوفوا مثلاً يعني واحد من كبار الفلاسفة الألمان اسمه ليبنيتز سي جرام ماتيماتيسيان سي جرام لوجيسيان رجل عظيم شو يقول على ألمانيا بلاد في الوقت هذاك معناها يقول معناها على ألمانيا معناها يقول كيسكو لا ليبرتي جرمانيك الحرية هذه كيسكو لا ليبرتي جرمانيك ما هي الحرية الألمانية أو حرية ألمانيا شنو معناها سينو إن ليسانس إن ليسانس معناها تسيب أخلاقي تحلل أخلاقي أنا أقول ما تحلل إن ليسانس دو غرنوي يعني كان الألمان كما الضفادع هكا تهز من هنا كي كرياي يعني سي بيجوراتيف مش كي كرياي إي كي صوت سا إلى إي أوكان إل فو إن سيغوني تعرف سيغوني تاكل إي سيغوني يعني puisque cette pièce de bois flottant puis l'Algérie. Elle est ici. Je trouve une Allemagne. Je trouve une plaie. Je trouve une douleur. Pour il faut une dictature absolue. Les politiques les plus habiles conviennent tous que la République d'Allemagne est ici monstrueuse. Monstrueuse, madame. Et corrompue. Qu'il lui faut un maître absolu. Les champions de la démocratie. Parce qu'il y a un cours à فيها الدماء وفيها فرح حتى تصير إلى مصار أو أنا أقول لكم قارنوا ما جرى في أمريكا رأوا كي نقول هذا معنى الهنود يقول لك 50 مليون ضحية الأمريكان لي بلون يقول لك لا 30 مليون سواء هذه ما يسألش قارنوا بالضحايا نتاع تونس باش ولات اليوم تونس يعني ولو في لعب ذر ما عندناش حاجات كذا حوايج اخرى ثبتوها يعني انا اسمي حمادي بن جبل وقت اللي كنت نحكي مولانا نخدم صحافي وحضرت في خطابات للزعيم بن قيل الله يرحمه في كليه الحكومه عمل مجموعة من المحاضرات تحكي على الحقوق في كلية الحقوق. أنا نخدم ساعات الصحافي نجي نقعد في المقال هذيك تبقى نسجل ما عندي حتى مشكلة ما نسمع. فوصل يحكي على كيفاش الجماعة اليوسفيين حبوا يقتلوه. واللي بعثوه واللي كان حدث فيها اسمه عبد الرحمن بن جبل. معناها الحقيقة أنا ما نعرفوش. أما من عائلتي البعيدة شوية، ما نعرفوش، ما غلطتش عليه، ما نزيدوش. ويقول بورقيبة وقتها وأنا حاضر، يعني كيفاش معناها حب يقتلوا وعطاوه السلاح وعطاوه شنو، قالوا اقتلي هكا، معناها حط فيه المشقل وقال معناها قال ما يهونش عليا، فهمت ولا لا. وبطلوا مشى أعطاه السلاح هذاك وقالوا راهو أنا شنو وبطلت وسامحني وحاجات من هذا. يحكي فيها سلاح لي بعشور أنا حضرت فيها لكن يحكي فيها سلاح لي بعشور ويقول قبل ما يمشي بشقة بورقيبة جاء هو وجماعة صالح بن يوسف نسبة يعني وقولوا له لازم تسيب بورقيبة وتسد احنا وتجي معنا احنا تعرفوا مؤتمر استقصى سلاح لي بعشور هذا في التاريخ لازم كمان نعرفوه هذا ايش معناها الهوية الوطنية والحبيب عاشور يقول أشد واحد وأشرس واحد فيهم وهكا لو بلو ديتيرميني باش يقتل بورقيبة باش ينحي هو هذا عبد الرحمن بن جبل قال من بعد قال اقتل لي
بات الليله ويخمم ومدري شنو، ثاني جاء حد ينفذ العمليه قالوا الله يبيعوا الراجل هذا. يعني هذه اشياء انا عشتها. والراجل هذا ربما من عائلتي الحقيقة قلت لكم ما نعرفوش، من حبيب عاشور تحدث عليها الله يرحمه يرحمه الكل معنا، بحيث وقت اللي باش تقول لي انا قتلت وانت على خاطر تقتلني ومدري شنو، في نهايه الامر قتلتها على محل ما كان لها ان تقع. يعني مش نقولوا احنا لا باهي، لا لا مش باهي، ما كانش تقع بالكل لا من هذا الطرف ولا من، ولكن كانت اخف الاضرار هذا، وخاصه عندما نقارن انفسنا بالاخرين نجد انها فعلا اخف الاضرار، سواء قارنت نفسك باي شيء شفت في التاريخ القديم او التاريخ الحديث. حوايج اخرى علاش الفكره الثانيه هي الامطار اللي تصنع هذه الظروف واللي تصنع الهويات الوطنيه والدوليه. في الحقيقه اللي يسموه البطل التاريخي. يعني الهيرو هيستوريك. عندي نظريه هي مش بتاعي الحقيقه، هو عملها هيجل. عنده كتاب اسمه لا ريزون دون ليستوار، يتحدث فيه على مكر التاريخ. لا ريز دون ليستوار، مكر التاريخ، يعني كيفاش التاريخ يعني يعمل اشياء اللي ما تخطرش على البال. من من مما في هذا الكتاب يقول لك ان ما هو البطل التاريخي؟ هو الذي يحقق انجازات يعتقد انها تفيده شخصيا وان انجازاته شخصيا، في حين انه ينجز اشياء تتعالى عليه، تتعالى عن اكثر من ظروف، وكانما هو العوبه في يد التاريخ ان جويد الاستوار، وكانما هو يعني باش نقول انا قوه يسخرها التاريخ، فردي يسخرها التاريخ لانجاز مهام تاريخيه تتجاوز ذلك الشخص. وذاك اش يقول لك راهو اغلب الابطال التاريخيين تكون نهايتهم ماساويه. يعطي ثلاثة أمثلة. يعطي بعد زيد اللي تحبوا انتوما. المثل الأول هو ألكسندر لو جران، الإسكندر المقدوني. هو خدير الكل من شرق الأرض إلى مشارق الأرض إلى مغربها، ثم يموت وعمره 33 سنة. يقول إما أن يموت شابا مثل الإسكندر المقدوني، ما شاف شيء من الحياة، يعني من عرق لعرق. حيث هذه حوزة الأولى. وإما أن يموت مطعونا مغدورا. ويعطي المثال بتاع جول سيزار، يوليوس قيصر. يوليوس قيصر اللي طعنه بروتوس. تعرف كي مشى لكليوباترا وعرس بكليوباترا ورجع لروما والرومان ترشوا عليه، ما لقاوش يعملوا له فهمتني ولا لا، جابوا لولده فهمتني ولا لا، قال له أنت بروتوس. توكوا كي ميفيلي. فوالا توكوا كي حتى أنت يا بني. يا بني. وقال الكلمة المشهورة أمس ولا لا، فيني فيدي فيكي، لقد شئت وشهدت وانتصرت. يعني شئت للدنيا ودتني أمي وشهدت، يعني شئت المعارك هذا شهدت ولا وانتصرت، انتصرت في هذه المعارك حتى أنت يا بني، يعني حتى أنت ما عاش فيك الخير أمس ولا لا، الغدر هذا. الثالث ديبورتيكم نابليون، المثال الثالث نابليون اللي دوخ اوروبا، يعني يموت في سانتيلان بعيد على وطنه غريب في جزيره معزول فهمتني ولا لا، معناها نهايه ماساويه في ثلاث حالات هذه نهايه ماساويه، مما يدل على ان تلك النهايه هي تعني ان المهمه التي التاريخيه التي اوكلت اليه قد تحققت وانتهت، وبالتالي فهي نهايته البطولية. معنى الدليل على بطولاته ما يموتش في سرير. يعني وضع هذا يعني علاش نقولوا احنا في نهاية الأمر. وباش نخليكم مرتاحين. معنى توا بورقيبة توفى وحزب كرتوم وحزب بورقيبي وراه هذاك، علاش أنا من الأسباب معناها. نعتبر أن بورقيبة ماهوش هو الذي صنع تونس، بل هو صنيعة تونس. المسار نتاع تونس ينتج الناس هذول، وهذاك الحزب نتاعكم في تقديري الشخصي هو في هذا السياق التاريخي. أنا يعني معناها تقول هذا مانيش ما عنديش حرج، لان انا كنت في المعارضه وما دخلتش حتى الحزب، لكن عملت زوج حملات انتخابيه ضد الحزب الاشتراكي الدستوري. ما
ما عنديش وقت اللي فسد وقت اللي بزالي مانيش باش ندخل في الحكاية هذيا. لا خرجت من كذا وعملت حملتين انتخابيتين ونجتب ويضربوني والتو قاسي فيها الضربات وما عندي حقد حتى على حد. معناها الله يرحم محمد الصياح وتراضينا وجاني حتى للدار وضيفني في دار فما حتى اشكال. معناها هو قام بواجبه وانا قمت بواجبه حيث كي نقول هذا ونشكر بالقيبه ولا نشكر بالشنو مش معناها انه لا كنت دستوري ولا لي دستوري لحد الان. معناها خاطر ماني حتى في حزب هذا هاش نقول مات بالقيبه شنو عنده يعني كي تاخذ ولا لا ما يسالش. معناها واحد اخر نحبه برشا بوسي حمد بن صالح نحبه برشا الى الان وانا صغير نحترمه ونحبه اليوم نحترمه. وقت اللي هو عنده 5 وزارات ما تعرفهمش بعد كي حاكموه باش لقاو عندك يظهر لي راك تعرف تقريبا 300,000 في الكونت نتاعو ولا 400 دينار ولا حاجه. وهو وزير نتاع 5 وزارات ما عنده شيء. يعني هو يركب ولا برقيبه شنو اللي عنده؟ ولا حاجه. يعني هذوما الابطال لانه سكون ابال لا باسيون انفعالات النفس ليزيموسيون الغرام كل واحد ماهوش بتاع جمع الفلوس ولا تكديس الاموال والا نيل الدرشنوة بقدر ما هو تحقيق مهمه تاريخيه. واعتقد ان الحزب الدستوري الذي نشا في التسعينات الستينات في القرن 19 الى يوم الناس هذا من صنعه انه بنى الدوله الوطنيه التونسيه انه حررها اولا تونس من الاستعمار بقياده الحزب الحر الدستوري. ثم يظهر لي الحزب الدستوري الحر الدستوري هكا حزب الدستوري ما يهمش برشا حرر البلاد ثم بنى الدولة الوطنية التونسية اللي عملت اش عملت بما فيها اللوتيل هذا وهالشذيبة اللي معناها نقول انا ماذا يعني في هذا السياق ان تكون تونسيا؟ كاسكو سلا سينيفي اتر كما عند بول فاليري كاسكو سلا سينيفي اتر اوروبيا كاسكو سلا سينيفي يعني عندما نطرح السؤال من هذا النوع شو نقولوا ماذا فعل التونسي من القرن 19 يعني من عهد الامان الى يوم الناس هذا بما فيه هذا الحزب. علاش الواحد يزيد تفكير سياسي حما ناخذها بسيطه قبل ما نتعدى مثلا مما يعاد ولكن عن جهل. اولا مش نقول انا علاش عن جهل انه برلين ما كانش ديمقراطي صحيح انا مانيش مش قولوا لي اشكون كان ديمقراطي في عصر اللي نعرفه من عبد الناصر هكا ولا هوفوت شاسم هوفوت كواني ليوبولد سيدار سانغور هواري بوميديون ما نعرفش انا ما نقولش القدافي خاطر حاجه اخرى يعني هذوما الرؤساء اللي هما في عصر وخلي خذ 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 ولا واحد فيهم ديمقراطي. ثم جينيراسيون ثم يعني نقول انا جيل من الرؤساء الدول وقت الاستعمار وبعد الاستعمار معناها ألهاهم البناء الوطني عن البناء الديمقراطي ماهوش احنا برك ولا واحد جدي بيان ولا واحد. هاو نعطيكم اللي يحب يقرا ما يسالش معناها انا ماني معلم خاطر ديما هكاك ديما عندي الكتب عندي كتاب اسمه ذا فيدراليست بالانجليزي يتحدث فيه على رؤساء امريكا معناها حتى ربما للقرن 19 يعني من الاستقلال الولايات المتحده الامريكيه وجورج واشنطن وعندي طالع حتى بعد ثوره العبيد والثوره الكذا ولا واحد فيهم ولا واحد فيهم قبل كلمة الديمقراطية مش الديمقراطية ولا واحد فيها لأنها كفر مش متفاهم الديمقراطية في أول دستور تاع بنسلفانيا أن كلمة الديمقراطية لا معنى لها الواحد
لأنه لا وجود لها في التوراة. يعني كيف عنا اليوم برشا ناس يخرجوا في الشارع يشوفوا أن الديمقراطية خاطيتنا مش بتاعنا، لا وجود لها في القرآن ولا في السنة. صحيح، لا وجود لها في القرآن ولا في السنة. كلمة شعب في الديكشنير أونجلي، يعني شوف الديكشنير أونجلي بداوا هما الديكشنير في بريطانيا ثم في أمريكا من القرن السادس عشر حتى الثورة، هي تقول لا بليب، لا بليب معناها الهمج. عندنا احنا بالضبط، يعني شوفوا اي لسان عربي اي ديكشنر عربي عمرك ما تلقى فيه كلمة شعب عندها معنى ايجابي، يعني الغوغاء الجام والعوام، العوام الذهب. وقتاش كلمة شعب ولات عندها قيمة؟ حاجة أخرى. وخلينا نقول كلمة شعب أصبحت لها قيمة لأنه كان البيت كلنا الرعاية، نحن رعاية البيت، ولات عندها قيمة على الأقل ارتقت وأصبحت لها معنى أخلاقي ولها معنى سياسي مع بناء الجمهورية التونسية. في أمريكا ولا رئيس يقبل، شوفوا دستور أمريكا ما فيش كلمة ديمقراطية. يقولوا صحيح الفصل الأول أن الناس يتولدوا أحرار، لكن شو قولك وين؟ يتولدوا أحرار لكن ما مش مجبرين باش يتولدوا أحرار، يتولدوا متساويين لكن مش مجبرين باش يقعدوا متساويين. شفتوا كيف معناها؟ يعني شوفوا الديكشنري، فالدستور بتاع أمريكا الأول والثاني والثالث حتى اليوم كلمة ديمقراطية ماهيش. وقتاش الحكاية فرضت ونشأ الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني عندما وقع ثورة العبيد ومع إبراهيم لانكولن وبعد إبراهيم لانكولن، وأصبح الشعب قيمة انتخابية، وأصبح الشعب قيمة يصوت ويعزل رؤساء ويأتي بالرؤساء، وعندها كلمة الشعب تغير معناها في معاجم اللغة الإنجليزية وفي معاجم اللغة الفرنسية أيضا. يعني كل فوايه يعني كيفاش ليفولوسيون تكون. اثنين، خذ أخرى، خذوا كبار منظري الديمقراطية اليوم هو مونتسكيو وروسو. روسو ومونتسكيو واضحين لا مجال للديمقراطية، واضح معنى شابيتر كامل عند روسو، شابيتر كامل عند مونتسكيو، يقول لك لا الديمقراطية لا تصلح بنا أن نقول واحدة. وهذا يا ربي في القرن الخامس ميلادي، قبل الميلاد، قبل الميلاد أحسن قداش 25 قرن، هيرودوت يكتب كتابه اسمه التاريخ معنى لوكات، ويتحدث فيه في الجزء الأول على الفرس، يعني العرب بين الفرس وكذا، ويبين أنه عندما اتخذوا السلطة إلى آخره تحاوروا أي النظم معناها تليق بنا نحن اليوم باش نبنيو الدولة الفارسية معناها دولة الفرس، ويقولوا هو النظام الملوكي أو النظام الجمهوري أو النظام الأرستقراطي، ثلاثة هذوما، وبقي هكاك إلى القرن الثامن عشر والتاسع عشر. ونفس الكلمات تعاد، أن الشعب ليس مهيئا وأنه ليس أهلا وأنه لا يستطيع أن يسير نفسه، رئيس أمريكا كيف كيف هذا نفس الكلام يقوله. إلى أن ثارت الثورة، جاءت الثورة عندها تفطن أن الشعب يمكن أن يكون قوة، حيث ما هوش بورقيبة ما كانش ديمقراطي برك، جميع الرؤساء في عصره وجميع الرؤساء وهم يبنون دولهم نسميهم معناها الفاذر الآباء المؤسسين للولايات المتحدة الأمريكية، إما يعتبروا أن الديمقراطية كفر أو شبه كفر لأنه لا وجود لها في التوراة، لا في الإنجيل ولا في التوراة القديمة ولا حاجة من هذا، وبالتالي هي بدعة. يعني شوف أول رئيس باش تاخذوا هكا، أول رئيس هو جورج واشنطن، نائب الرئيس اسمه جون أدامس، جون أدامس، تشوف المراسلات مع مرته، أنا تقول له مرته مثلا بربي انظروا شوية للنساء، أعطيهم شوية حقوق، هاي يقول لها مالا في المسألة، قال مالا المرة الجاية يقول لي أعطوا شوية حقوق العبيد، تشوفوا ولده وهي مرته ولده معناها اللي مش يصبح خامس رئيس للولايات المتحدة الأمريكية،
ونفس المنطق وقتاش تغيرت الأمور عندما وقعت الثورة. حيث هنا لذا علاش مش نفهم تاريخنا وحدود إنجازاتنا نضع أنفسنا في الخانة العالمية، معناها نقارنوا أرواحنا بالآخرين إلى آخره، حيث حتى باش تقول لي بورقيبة ما كانش ديمقراطي ولا حاجة من هذا، كان يعتبر أن من واجبه أن يهيئ شعبا للديمقراطية قبل أن يفتح احنا عهد الديمقراطية. في شك التطور كان بطيئا إلى هذا تعدوا فيه. عندما نقول ماذا فعل بورقيبة في هذا، قلت بورقيبة هو منشأ الجمهورية التونسية، منشأ الدولة التونسية وفقا للروح التونسية، خلينا نقول للهوية التونسية. اش فيها الهوية هذه؟ باش ما نعملوش ميتافيزيك واحد شوف اش فيها؟ يعني احنا نقول ما هي الأشياء التي تميز التونسي، لا في ذهني فقط انما بحكم ما فعل، مش اللي خطبة عملها ولا اش عمل في التاريخ من القرن التاسع عشر حتى اليوم. وتو تشوفوا لماذا تكالب اليوم لكن المنجزة تاريخ جيدة التكامل. شوف تعرفوا الاستعمار الفرنساوي قبل ما يجي سواء في الجزائر أو تونس أو لا، يبعث ناس باش يعرفوا المجتمع في الأجواء أي معناه علماء دي سوسيولوج دي أنتروبولوج حاجات من هذا. والتقرير اللي تعمل اسمه بيسنا واحد هكا قال لهم التوانسة حكاية ثرة مهمش فرسان كبار، يعني مهمش مقاتلين، ما عندش سلاح ما عندش شيء نعرف له، أما ما عندهم حاجة مخطرة أنهم يحبوا العلم. راهم ناس يقبلوا على العلم وضحين من أجل العلم العفظة لهم يعني وقت اللي تاخر الخاصية هذه وتقول على تونس ايش عملت 1846 ولا 44 في الشيء هذيك، عملت المدرسة الحربية، المدرسة الحربية على وزن ليكول بوليتيكنيك تاع نابليون اللي تخرجوا منها اللي يقراوا فيها بالطليان وبالفرنسيس وبالانجليزي ويقراوا فيها العلوم العصرية ويقراوا فيها كذا، اي تحديث العقل التونسي. ما عملش بورقيبة، عملها أحمد داي الله يرحمه، أحمد داي نذكره كبارنا بصرف النظر عنه كان بي ولا كان مدري شنو، اللي عمل حاجة باهية في البلد هذيا بارك الله فيه ما حتى مشكلة. بعد عامين ولا ثلاثة شنو اللي عمل أحمد داي؟ نفس الرجل عمل منع الرق لابوليسيون ديسكريمناسيون، معناها الخطوة الأولى لتنوير العقول، الخطوة الأولى لتنوير العقول المدرسة الحربية لكل بوليتيك، الخطوة الثانية لتحرير الإرادة كارونسيس وعلا. يعني منع الرق ايش معناه؟ يعني ما عادش ثم واحد عبد. في الستينات معناها إنشاء الدستور تاع أول دستور تونسي 1962 بولي 68 ولا 68 قبل الدوق حتى قبل العهد الأمام، يعني في عهد الأمام الدستور هذا عامين بعد عهد الأمام فوالا. دوق الدستور هذا يعني إلى آخره ما بين عهد الأمام الدستور إنشاء فكرة المواطنة، يعني أنه ما عادش عنا ذمي وما عادش عنا يهودي وإلا شنو، أنه أن يسكنوا في الأرض هذه والذين ينتمون إلى هذه الأرض هم توانسة إلى آخره. حيث صحيح أن أمور هذه كلها محدودة لكن المعنى نتاعها واضح. بعد ثلاثة سنين من هذاك اش عمل خير الدين باشا؟ عمل الصادقية. انت تشوفوا كيفاش خطوة لتحرير وتنوير العقول وخطوة لتحرير وتنوير لتحرير الإرادة، هي خلق الإنسان الحر والإنسان العالم. بعد وفي ذات الوقت حاول خير الدين إصلاح الجامعة الزيتونية، جامعة التعليم في الجامعة الزيتونية، كيما مشاش عملوا الخلدونية اللي هي جوست هكا بعد جامعة الزيتونية. يعني أنه
حتى تو وصلنا تقريبا لأوائل القرن العشرين. ثم بدأ النضال الوطني ومنهره ضد الاستعمار، وبالتالي تولينا بحكاية تحرير البلاد، مشكلة الحرية. كملنا سيدي الحرية حتى مازال ما كملناهاش بالقدام، إيش عملنا؟ نسموه برقيبة ما يهمش، كل حال عند الله تجتمع الخصوم. عمل أكبر قانون في العالم العربي الإسلامي وهو تحرير المرأة، أنه يحرر العبيد وأنه يحرر المرأة وأنه يحرر الإنسان التونسي من ناحية كلمة ذمة، أو هذا كله في مجرى ثم الدستور، ومباشرة حتى قبل ما يخرج الدستور 4 نوفمبر 1998 يعمل برقيبة قانون التعليم. انت تشوفوا هذا الربط المتين، يعني منين دورها؟ تلقانا حاجتين عمرنا ما استلمنا فيهم، لا في عهد احمد باي، ولا في عهد شو اسمه خير الدين باشا، ولا في عهد الحزب الحر الدستوري، لا معناه ما يسالش معناه جيبه وجات ما عرفهم ما تعرفوهمش، لانه يعني وقت اللي وقعت الخلاف بين بن يوسف و 34 اللي حاول يفض الخلاف واقترح اجتماع دار في صرعيات، هو الحاج البشير بن فضل. الحاج البشير بن فضل كان مثالة والدي على اثنين دي، دونك كان يحب ياسر وكنت نحبه برشا، الله راجل فاضل بحق وحقيقة. ومن ثم بدأ الانشقاق الكبير يسميه ما بين الحزب القديم ذاك، علاش يعني بالنسبه ليا الامور عندها حتى بعد وجدان. ف من قانون المرأة الى دستور 59 الى قبل الدستور 59 قانون التعليم ثم دستور 59، شوفوا يعني على مدى قرن ونصف نحن نجمع دائما بين هذين المطلبين العزيزين، تنوير العقول وتحرير الإرادة. كان تسمحوا لي بسالش ما أسميه هجمة شرسة على هذا، ما أسميه الخاصية التونسية، ممكن أسميه الهوية الوطنية التونسية، إن هويتنا قدت من تعشق الحرية وقبول العلم. بربي ثم اسم فارس الشديان يسالش راهو كاي عامل كتاب لا يتحدث فيه على تونس، يتحدث على برشا حاجاته، أنا يتحدث على تونس ويقول عملت عليه حسن كاملة في الإذاعة، يقول وأهل تونس لا يسمون العالم عالما، مش العلامة احنا وردنا علامة هذا الواحد، بل يسمونه طالب علم، يعني تجي للشيخ درا شنو كذا ما يقولوش طالب علم، يقول لك الواد إجلالا منهم للعلم واستزادة منه، يعني يعتبروا أنه قد ما تعلم حكاية الفارغة برا تتعلم، مش هكا احنا سقراطيك شفتوا وفارس الشبيب معنا الساف على ساف تقرأ يتحدث على تونس، وأهل تونس لا يسمون العالم عالم بل يسمونه طالب علم، وذلك إجلالا من العلم واستزادة منه. أنه شهادة الفرنساوي اللي قد رأت ويسدون مخذين على الخطر يحبوا العلم، شهادة فارس الشدياق في أوائل الثلاثينات يذكر حاجة كاملة من القرن العشرين، كيف اللي أنجزنا هذا التعلق بالحرية، هذا التحرر المستمر، طلب الحرية المستمر، يعني سيبوركوا ساسا شافوا ما فماش غدوا مش منتهيوا، هي معركة لا تنتهي، ثم طلبوا تحرير العقول. لذلك فإن أعداء تونس سواء داخل هذا الوطن أو خارجها فإنهم يركزون بالخصوص على تدمير المدرسة التونسية، لأن أصل قوة تونس في مدرستها، أنا في حتى إشكال أصل يعني قوة وطنية، وربما الركيزة التي إليها تستند الهوية الوطنية والشخصية الوطنية هي حب العلم وحب العقول النيرة. فلذلك لابد من تحطيم هذا، ونحن لهم بالمصائب لابد أن نحمي مدرستنا
ولابد أن نحمي جامعتنا. إذا كان تعرفوا يعني وقت اللي في منوبة يعني يخرج فوق ويهبط العلم، وقت اللي في دار شنيه في جسمه هو معناه مش هكا. أنا البارح كنت نشوف في فيسبوك ما نعرفش إن شاء الله، فزعت فيه بآمالي إلى الكذب. مش مع شخصيات وطنية، مانيش مش نقول حتى شيء، خاطر قل إن شاء الله تكون تصويرة كاملة إن شاء الله يا رب. يقصوا عاملين جاتو فيه العلم نتاع تونس ويقصوا فيه بالسكين. هذا سميته جريمة مهما كان اللي مصور فيها. وإن شاء الله إن شاء الله ندعي الله أن تكون فريمون، يقول هو فوتوشوب ولا حتى حاجة يمكن هكا ما تجيش. لا يمكن أن يوضع العلم موضع أن الجاتو تقطع فيه، هذا ما يجيش بكل معنى، لأن العلم رمز والرمز لا يقطع هكذا. لأنه اللي خرج من نوبة وهبط علم وحط درشنية وتخرق الكحلة كما سواد الليل، يعني بالنسبة لنا الاثنين كيف كيف ما يجيش. أما إن شاء الله هذيك على خاطر فيها شخصيات وطنية، إذا كان ما يفهموش هذيك خسارة، يولي معناها بقدر ما أبريهم بقدر ما أتهم ذاك الآخر إن شاء الله. هذا علاش نقول إحنا حين نتحدث عن هذه الأشياء، حين نتحدث عن الهوية الوطنية، يعني لابد لنا أن وهنا نقول أخيرا ما أسميه يعني أعداء تونس العدة بتاعها تقزيم الذات الوطنية. تقزيم معنا تونس بيت صغيرة 10 ملايين 500 كيلومتر ما بين دراشنوا إلى آخره. أنت تعرفوا أن هذه 500 كيلومتر هذا البلد الصغير أنجز ما لم ينجزه لحد الآن العالم العربي الإسلامي. كلكم شاهدين كيفاش تونس ما عندهاش بترول، لو حتى شوية برا بلاش تخربين فعلا. كيفاش بلدان شقيقة وصديقة مرحبا بهم في محل الأشكال حتى من أوروبا يجيوا يدويوا عنا، وأنا نعرف نعرف يجيوا يدويوا عنا لأن ما عندهمش طب، وحتى إذا كان عندهم ياسر طب ما يثقوش فيه. وهنا نختم وسامحني كان طولت شوية كمني ولا لا جبي معناها جبي معناها السي المختار سامحني معناها نحب نقول طريقة كنت في نعمل في محاضرة في روما، وكان فيها الشيخ الأزهر حوار بين المسلمين والمسيحيين ومجموعة محاضرة. الشيخ الأزهر بارك الله فيه بعد هكا قال لي يعطيك الصحة وكذا ومجموعة، قال لي هو الأخ مصري ولا عربي؟ مصري ولا عربي؟ هجموا زي شيء قلتوا يا شيخ لا هذا ولا ذاك. قال لي كيف أنت تتكلم عربي جيد؟ قلت ماني خاطر تونسي. قال لي تونسي ما هو عربي. قلت له مصري شنو؟ لا يعني بحق دليل ما يعني هذا النوع من الاحتقار اللي ما يفيقش به هو. شنو مصري ولا عربي؟ لا هذا ولا ذاك. أنا حاجات من النوع هذا. نحن يعني نقول يعني لابد لنا من أن أنت تشوف بعض البلدان الإسكندنافية، لا ما عرفش المختار كنت تعمل لنا الحكاية فيها، فريما بتاع بلدان صغيرة اللي عندها قد الدي بتاع العالم العربي كله. صغيرة معناها ربما ما تجيش قد وطن القبلي ولا أكثر شوية من وطن القبلي. يعني الشاب اللي عمل هذا الكورتابل ولا شنو يعني خرب الدنيا معناها بلاده ولات أثر العالم يعني. هو شاب اللي يسال يقبل. دونك يعني احنا نحب نقول أنا يعني بقدر ما أنا مستعدين ربما للحوار وكذا، ثم أشياء ما فيهاش حوار. أن لا وفاء إلا لتونس ولا ولاء إلا لتونس. وإذا كانت تطلعوا مساج سامحوني أنا شاركت خليني مش شاركت ولا حررت بيه قانون التعليم 92 91 جويلية 91 في البند الأول أن المدرسة تربي أبنائها على الوفاء للهوية الوطنية التونسية. ما عندي إلا هوية واحدة. اثنين
على الوفاء للانتماء العربي، الانتماء التونسي المغاربي الإسلامي. طبيعي ثم فرق بين الانتماء وبين الهوية، الهوية واحدة والانتماءات متعددة. انتماءات نحن مغاربيون، نحن عرب، نحن مسلمون، نحن متوسطيون، نحن أفارقة، هذا من حيث الانتماء. أما من حيث الهوية فهي هويتنا الوطنية وهي واحدة. ثلاثة، أن المدرسة تربي أبنائها على الولاء لتونس ولتونس وحدها. ما عنديش ولاء بخبيه منه، بخبي منه شوية الواحد شكرا سبختار بحيث وأنا نبوس من جبينه من هنا، ما نبوس حدا من جبينه. ودي الله يرحمه، الله يرحمه، توفى كل أمي الله يرحمه كيف تامت ولا هذا انتهى الأمر. أقول أنا بارك الله فيك مرة أخرى أمي، يعني وخاصة في عصر العولمة هذا وعصر داخل بعضها، يعني الدعوات الانتماءات العالمية، الانتماءات العربية والانتماءات الإسلامية والانتماءات هذا، حيث لابد أن نستمع إلى كل هذا، ولكن نستمع إليه من منطلق أني تونسي الهوية، تونسي الهواء. وبارك الله فيكم، ومرة أخرى أشكر زميلي سي المختار أمني ولا لا معنى الدعوة الكريمة، وأرجوه مرة أخرى سماح سي المختار إبلاغ السيدة رئيسة الحزب شكري الجزيل على تفضلها بأن دعتني لأن أكون بين الكليات. وبارك الله فيكم. شكرا جزيلا للدكتور حمادي بن جبل على كل ما تفضل به. حصلت لك الفائده، فائده كبيره جدا وعميقه في هذا الظرف الوجيز، يعني المحاضره تريس تروسيكسان راح نشوف الفريستير الاوستيك وعمر، لكن ان شاء الله تتاح لنا فرص اخرى للقاء الدكتور وهو موسوعه في ميدانه، والانصات اليه يعني هو ديما تحصل معه الفائده ولا شك في ذلك. انا مبرر انا دكتور انا سابلغ الاستاذ عبير موسى سلامك بعد ان شاء الله بعد هذا اللقاء. احنا عندنا معناها مربوطين بالوقت للاسف، معناها صار الديكالاج نتاع الوقت في بالنا باش نتلاقاو قبل شويه، لكن تو مش لازم نتوقف عليها وقتها، هذه نفتح باب النقاش لكن بربع ساعه، من مش نفوتوا المقدار هذا لانه فما محاضر موالي الاستاذ محمد عماري يستنى في دوره. تفضلوا على شو تحبوا تسألوا الدكتور حمد بن جبل. شكرا حمد على المحاضرة القيمة. أنا حبيت نسأل، فما دراسة جينية صارت مع عشرة مصداقية نتاعها حول معناتها الهوية التونسية، معناتها ما عادش كيفاش عليها الشخصية التونسية، تبين أن 56% تقريبا معناتها الجينات بربرية، فما تقريبا 16% في الجينات العربية، 12% والباقي فما أوروبية فما أندلسية، معناتها بحيث أنه ستمكساج معناتها بزيور معناتها جينوتيب. ندرى هل الدراسة هذه فيها مصداقية ولا أنت ما عادش من جهة تطبق على ما قاعد يتقال عن الهوية التونسية ولا معناتها ما عادش في بالي؟ أعتقد من عدالة عادية، أنا مش نقول لك سامحني في تعقيص على الجواب، لأنه في الحقيقة الهوية سانو ليفا با لا بيولوجي. أنا أكيد أن الكثير غير عربي بالمعنى العرقي، راس أمازيغي هو إلى آخره. المهم معناها تعرفوا أكبر منظر عند الفرنسيس لمشكلة الهوية هو رونو، إرنست رونو يعني في خاطر ما هو من نجمش في المطور هذه برشا عن الرجل. في خاتمة دراسته وهي محاضرة تلقاها في الصبور في الثمانينات من القرن الماضي، معناها يقول الهوية لا تتحدد بالجبال ولا بالأرض معناها، وإنما تتحدد بروح
مشتركة تنشأ بيننا بحكم التجارب التاريخية. التجارب التاريخية اللي بتحدث عليها هي هذا التشبث الدائم بالعلم وهذا العشق الدائم للحرية تقريبا. معناها هذاك هو اللي تشوف جو دو ريزوم ميسيو سامحو هذا إرنست رينان لوم ني اسكلاف ني دو ساراس انه بربر انه امازيغي انه درا شنو هند ولا ني دو سلام انه يتكلم العربيه ولا ما يتكلمش العربيه. معناها سيدي مكونات ماكش هذاك ني دو سا ريليجيون. يعني الهند فيها على الاقل 300 ولا 400 اله و300 ولا 400 لكن دوله ورئيسها مسلم. انا فهمتش ني ني دو سا درا شنو لي مونتاني الى اخره. معناها اللي يقول لا ناسيون ات اون ام انما الامه انما الهويه الوطنيه هي روح نكتسبها بحكم التجارب التاريخيه على مرارتها وعلى سلبياتها وايجابياتها. هذا تقريبا لهنا الانثروبولوجي في القرن التاسع عشر اللي نشات سيرج لانتوني خدمه معلمين الغد من عملوا افكتيفمون كنش الانثروبولوجي في تونس عملوا دراسات وقالوا واحد منهم اما لي بيس كونتيناف تاع هاكو لي بيبا هذوكا انهم التوانسه مشاو غادي والا دي بيس كونتيناف مشاو لهنا لانه العربي هكا واضح الاخرين يقول لك لا سمو با اتر انا راي لا راس نتاعو كل واحد اليوم جينيتيكمون ماهوش ما فيه شك تو الى توسع. المهم أننا أخذنا عن كل وافد علينا خير ما عنده. أخذنا عن الوافد العربي راهو 50 عام وهم يراودوننا عن أنفسهم. البلاد الوحيدة اللي قعدت 50 عام سبع هو وسبع بدلة باش استلف سي ساعة نشوفها اثنين أنه معنا كل كم باش ولات مسلمة وقبلت معنا هما التو يقولوا الاستعمار العربي أنا حلينا مش باهي الحكايه. كل حاجه بالنسبه لي انا مهما كان الاصل اخذنا عن كل وافد علينا خير ما عنده. اخذنا عن العرب الاسلام واللغه العربيه والحمد لله. اخذنا عن الوافد الاوروبي لغه ديكارت وفولتير وروسو وانا فخور بذلك. مانيش بقدر ما نحب المتنبي نحب فيكتور هيوغو حقيقه معناها ونحفظ المتنبي ونحفظ فيكتور هيوغو ونتغنى بهذا ونتغنى بهذا ونسمع ميراي ماتيو ونسمع ام كلثوم. لا بربي شوفوا اقتنع لي فينومين شو اسمه بارك انثروبولوجيك. شوفوا التونسي كيفاش احتفل براس السنه حقيقه على يعني ما ينجمش ما يحتفلش سنه لانه فارق العقيده بتاعه خيو مسيحي هو